إذن أحداث هامة وتطورات لافتة شهدتها سوريا منذ بداية الأسبوع أثار جدلا واسعا حول ما إذا كانت قد تفضي إلى تدخل عسكري كانت الولايات المتحدة قد هددت باللجوء إليه إذا استخدم نظام الأسد السلاح الكيماوي. ملف الأزمة السورية خلال هذا الأسبوع شهد تطورا من نوع آخر بإعلان الاتحاد الأوروبي استعداده لاستيراد النفط السوري من المناطق التي يسيطر عليها الثوار. إعلان طالب على إثره رئيس هيئة أركان الجيش الحر سليم إدريس بتشكيل قوة عسكرية من 30,000 مقاتل لحماية منشآت النفط التي يسيطر عليها الثوار. الإعلان الأوروبي ندد به نظام الأسد ووصفه بالعمل العدواني في حين قالت روسيا إنه انتهاك للقانون الدولي. ووسط هذه التصريحات والاتهامات يبقى التساؤل الأبرز يدور حول مدى قدرة الثوار أصلا على إنتاج النفط وكيفية تصديره وما إذا كانت الغاية من وراء الإعلان الأوروبي توفير دعم مالي للثوار أم مجرد ضغط جديد على النظام في سوريا. المخزون الأكبر من النفط السوري يقع في الشمال الشرقي من البلاد حيث تحتفظ دير الزور والرقة والحسكة بنصيب الأسد من هذه الحقول. تقول المعارضة إن معظم أبار النفط والغاز أصبحت تحت سيطرتها وهذا ما تؤكده تقارير تشير إلى أن ما بين 70 إلى 90% من حقول النفط هذه باتت بيد المعارضة. أهم ثلاثة حقول نفطية في قبضة الجيش الحر هي حقل الورد على بعد 35 كيلومترا شمال غرب البوكمال وحقل التنك على بعد 15 كيلومترا شرق دير الزور قرب بلدة شعيطات وحقل التيم على بعد 40 كيلومترا جنوب غرب دير الزور. ومن حقول الغاز حقل غاز كونكو الأضخم في سوريا والثالث في الشرق الأوسط من حيث المخزون إضافة إلى حقل الجفرة في منطقة خشام إلى الجنوب الشرقي من دير الزور. قرار الاتحاد الأوروبي السماح باستيراد النفط السوري من الحقول التي يسيطر عليها الثوار وضع خيارات تصدير النفط في الواجهة، فالنفط السوري يصدر عبر الموانئ وهو غير ممكن حاليا لا سيما وأن هذه الموانئ تخضع لقوات النظام. أما خيار تصديرها عبر أنابيب النفط فهو غير ممكن بسبب عدم تأمينها من الثوار، ويبقى خيار تصديره بواسطة الصهاريج ورغم أنها الأنسب إلا أنها تبقى خطرة لا سيما وأنها ستكون هدفا سهلا لطيران النظام. محمد بردويل، العربية. وللحديث حول هذا الملف معنا عبر سكايب من برلين عبد حسام الدين معاون وزير النفط السوري الأسبق. سيد عبدو أهلا بك، أبدأ معك بإمكانية يعني الإنتاج من حقول النفط التي يسيطر عليها الثوار، ما مدى الإمكانية في ظل يعني الساحة مشتعلة اليوم في سوريا؟ السلام عليكم. عليكم السلام. يعني في التقرير ورد بعض المعلومات ولكن في الحقيقة يعني ليست متكاملة. عندما نتحدث عن إنتاج النفط فهناك حوالي نصف إنتاج النفط من حقول كانت تديرها الشركة السورية للنفط وجزء كبير منها يقع الآن في منطقة ما يسمى بمنطقة رميلان أو هي إلى الشمال الشرقي من سوريا وتضم رميلان وكراتشوك وعليان وزاربي ومجموعة حقول وكانت تنتج منها الشركة السورية النفط إضافة إلى شركة غلف سانس التي يملك جزء منها رامي مخلوف. يعني وهذه تحت سيطرة النظام ما زالت؟ نعم، هذه مجموعة الحقول هذه تنتج بحدود 170 ألف برميل، هذه الآن تحت سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وبالتعامل مع النظام ما تزال تنتج الحقيقة لصالح النظام. ويتم نقل النفط عبر خط أنابيب يمر في عدة محافظات وصولا إلى حمص ومن ثم مصفات بانياس، وهذه أيضا يتم حماية الخط من قبل بعض الكتائب، للأسف أقول بعض الكتائب التابعة لعشائر موجودة على الخط. الآن المواقع التي هي تحت سيطرة الجيش الحر أو نعم. بعض الكتائب حتى المستقلة هي الحقول الموجودة في منطقة الحسكة يعني جبسي وكبيبي وغونة إلى آخره ومنطقة حوض الفرات أو منطقة دير الزور. طيب. والتي كانت تنتج منها شركة الفرات للنفط وشركة دير الزور للنفط والممتدة حتى الحقول الحدود العراقية. طيب. هذه المواقع جميعها تقريبا باستثناء موقع حقل العمر وباستثناء موقع يعني تابع هذا تديره كانت شركة الفرات والآن المؤسسة العامة للنفط،
بعض المواقع التابعة لشركة دير الزور للنفط مثل الجفرة، كلها الباقي مسيطر عليه من قبل الجيش الحر. طب دعني هنا أسألك أستاذ عبدو، يعني فقط أشير أنه على الجانب الآخر من الشاشة تتابعون تظاهرة من تلبيسة، هذه التظاهرة المباشرة التي تطالب بإسقاط النظام طبعا، وكما تشاهدون ترفع أيضا لافتات تطالب بإسقاط النظام في سوريا. أعود إليك سيد عبدو لأسألك، يعني أنت ذكرت الآن بأنه الحسكة منطقة دير الزور يتواجد بها الثوار أو بعض الكتائب الموالية للثوار، ولكن ما إمكانية أن يتم استخراج النفط منها؟ وأيضا هذه الحقول ما أهميتها وكم تقدر يعني أنه يتم استخراج النفط، كم برميل؟ نعم، مجموع هذه الحقول في منطقة الحسكة ومنطقة دير الزور ومنطقة الرقة حوالي 20 حقل أيضا، يمكنها أن تنتج ما يزيد على 100 ألف برميل من النفط، معظمه أقول خفيف، هذا النفط جيد باستثناء طبعا في الحسكة ومنطقة إدلب، يعني منطقة الرقة هناك بعض النفط الثقيل. هذا النفط يمكن إنتاجه، ولكن للأسف أقول بعض الكتائب يعني استولت على بعض هذه الحقول ومن الصعب التعامل معها، يعني نعم. تعتبر بأنها تمتلك ثروة نفطية لا تريد أن تتخلى عنها ولا تريد الاستغناء عنها بسهولة. يعني يبقى عملية التصدير أيضا يواجه صعوبة باختصار شديد لو سمحت. نعم، التصدير عبر العراق غير ممكن طبعا، كان هو المفترض لو كان الطريق سالك بين دير الزور والعراق، ولكن الآن يجب أن تمر بمعظمها عبر إما الرقة أو حلب إلى تركيا، وأنتم تعلمون بأن الاتحاد الأوروبي قد اتخذ قرار الحقيقة في 22 نيسان حول السماح بتصدير النفط من للمعارضة. هذا الاجتماع تلاه اجتماع آخر تنفيذي وحضرناه في برلين الحقيقة، لكن هناك معوقات كبيرة حول إمكانية تصدير هذا النفط، منها أنهم يريدون جهة يتعاملون معها سياسية، وأنتم تعلمون بأن الائتلاف أو هم يعتبرون بأن الائتلاف غير قادر على فرض السيطرة الكاملة على الأرض، لذلك قلنا بأن الائتلاف إضافة إلى الحكومة المؤقتة إضافة إلى هيئة الأركان والتي تملك جزءا كبيرا من القوة أو يمكنها تتعامل مع جزء كبير من الكتائب الموجودة على الأرض، يمكنها تنفيذ ذلك، ولكن أيضا اشترطوا بأنهم يريدون أن يعرفوا كيف توزع الأموال لاحقا، يعني يريدون تتبع الأموال لمعرفة أين تصبح، وهذه كانت نقطة جدلية إضافة إلى نقطة آخر تتعلق بموضوع تحويل الأموال إلى من وكيف تحول أموال النفط. يعني موضوع معقد. عموما عبر سكايب من برلين عبدو حسام الدين معاون وزير النفط السوري الأسبق، شكرا جزيلا لك. أنتقل الآن إلى الكويت، معي من هناك أسعد مصطفى وزير الزراعة السوري السابق. سيد الوزير أهلا بك، أبدأ بما انتهى منه السيد عبدو بأنه الاتحاد الأوروبي يريد من يكفل أو جهة معينة من المعارضة هي التي تدير الحوار معه ويكفل إلى أي جهة ستصل هذه الأموال في حال تم الشراء، بماذا تفسر ذلك؟ ومن هي الجهة التي ممكن أن تكون يعني أن تستطيع أن تتعاون مع الاتحاد الأوروبي في ظل الخلافات؟ لا، ليس هناك خلافات تتعلق بموضوع النفط. الجهة معروفة، الائتلاف الوطني هو مرجعية سياسية اعترف بها العالم بأغلبيته، وهناك أيضا جهة قوية على الأرض هي الجيش الحر بقيادة اللواء سليم إدريس. اللواء سليم إدريس عليه إجماع سوري، وهو يحظى باحترام دولي كبير، وقد اجتمع بالأمس القريب مع المجلس يعني مع الأوروبيين في بروكسل، وهم يعرفونه جيدا، وهو يملك القدرة الكاملة، لكن إذا توفرت له المعطيات الجيش السوري الحر بقيادة اللواء سليم إدريس يستطيع أن ينفذ كل المهام على الأرض عندما تتوفر. يعني هي الجهة التي ممكن للاتحاد الأوروبي أن ينسق معها، هذا هكذا أفهم منك؟
نعم مع نعم 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 ينسق مع الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة، وأيضا مع قيادة الجيش الحر بقيادة اللواء سليم إدريس. طيب أنتقل معك سيد الوزير إلى نقطة أخرى، هو موضوع الكيماوي. حقيقة لأستفيد من وجودك معنا، موضوع الكيماوي وما أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية بالأمس من استخدام النظام للسلاح الكيماوي، كيف ممكن أن تستفيدون من هذا الإعلان الأمريكي الأخير؟ دعيني يعني أتحدث بشكل صريح دون أي تلميح. نحن الآن أصبحنا في مرحلة ما بعد السلاح الكيماوي. السلاح الكيماوي الآن أصبح يعني هناك إقرار دولي من جهات مرجعية دولية محترمة أقرت أن النظام استخدم السلاح الكيماوي في عدة مواقع. طبعا العالم كله يعرف، ودول الدول الإقليمية دول الجوار تعرف أن النظام استخدم السلاح الكيماوي، بدأ منذ عام استخدمه في غوطة دمشق في 5 مواقع، واستخدمه في خان العسل، واستخدمه بشكل تدريجي على طريقة النظام في الغدر والغش والمداورة. الآن البريطانيون بوسائلهم الخاصة أخذوا عينات من التربة من العتيبة وحللوها في مخابر، وقد أعلنوا أن هذه العينات تحمل يعني استخدم فيها غاز السارين، وهذه المؤسسات الدولية نحن نتوجه لها بشكل جديد لأنها يعني قالت شهدت شهادة حق. يبدو أننا فقدنا الصوت معك سيد وزير أسعد مصطفى، وأعود إلى ضيف نهاية الأسبوع من الكويت وزير الزراعة السوري السابق أسعد مصطفى. ممكن أن تكمل لنا في فكرة الكيماوي قبل أن يعني ينقطع الصوت معك أستاذ أسعد، كمل فكرتك. نعم هناك جهات مرجعية دولية، طبعا نحن نشكر هذه الجهات، أقرت بشكل نهائي أن النظام استخدم السلاح الكيماوي في عدة مواقع. وأيضا أخيرا حتى إسرائيل التي ينسق معها النظام لم تستطع أن تخفي المعلومات لديها، وقد أقر يعني كبير الباحثين في مخابرات إسرائيل أن النظام استخدم الأسلحة الكيماوية. الآن الأمريكان هم يعترفون، أقروا، وقد أرسل الرئيس رسالة إلى الكونغرس، وجون ماكين طالب بشكل صريح كما سمعتم الرئيس بتنفيذ وعوده. نحن الآن نريد أن نقول مباشرة، يعني أنا أتوجه إلى الرئيس الأمريكي مباشرة، يعني الرئيس أوباما، قرار يعني حظر السلاح عن سوريا بالأساس كان حظر عن النظام، تحول هذا الحظر من حظر على النظام إلى حظر على الثوار. نعم. الآن النظام يأتيه سيول من الأسلحة من روسيا وإيران، والثوار يمنع عليهم طلقات البنادق. نحن الشعب السوري يقصف بالسكود وبالطائرات، والآن دبابات 92، وآخر ما هو موجود في الترسانة الروسية من الأسلحة التقليدية. طبعا هذا شيء يعني لا يمكن أن يتحمل أحد. الآن ثبت أن النظام استخدم السلاح الكيماوي. طب رغم استخدام النظام ورغم إعلان الولايات المتحدة ولكنها تستبعد التدخل العسكري، أليس هذا الأمر محرج أيضا بالنسبة لواشنطن؟ الآن هي تقول ذلك، هي سوف لا تستطيع على الإطلاق أن الآن الرئيس الأمريكي، دعيني أسمي الأمور بمسمياتها، يتهرب من مسؤولياته. أمريكا لها مسؤوليات أمام هي أكبر دولة في العالم ولها مسؤوليات، وعندما ينأى الرئيس بأمريكا ويظن أن هذا النأي يعني يساهم في المحافظة على التنمية وعلى التنمية الاقتصادية في داخل أمريكا، على العكس، أن النأي عندما تتخلى أمريكا عن مسؤولياتها على الساحة العالمية فهذا لا يجلب النمو بل هو يجلب الركود ويترك ساحات أخرى. أيضا يعني تتوقع عملية عسكرية أم لا، خاصة في ظل أيضا ما ذكروه الروس بأنهم لا يريدون أن يكون موضوع النفط هو مدخل لأي تدخل في سوريا، وهل ممكن للضغط الروسي أن يثني الأمريكيين عن أي تدخل؟ الروس دائما كانوا مع الجرائم. الروس روسيا دولة بلا قيم، تاريخها دولة بلا قيم منذ احتلال يعني براغ في عام 1960 وحتى الآن، لا يجب أن يلتفت إليهم أحد. الشعب السوري الآن يذبح ويحرق بكل الوسائل. نحن نريد وقف الطيران وهذا شيء طبيعي، نريد سلاح ندافع به عن أنفسنا، نريد حماية من السلاح الكيماوي. نعم عليهم أن يتدخلوا بوسائل مختلفة وهذا حقهم، الآن يستطيعون من خلال الباتريوت في تركيا، وأيضا نشر
بطاريات في الأردن، وهناك وسائل كبيرة للمجتمع الدولي ولأمريكا تحديدا وأوروبا معها أيضا. أيضا نحن في المعارضة، قيادة المعارضة الأخرى في الائتلاف، الآن عليهم أن يلتفتوا إلى هذه المسألة وأن يعملوا عليها كما أشرت في بداية الحلقة، أن يعملوا عليها، لأنها الآن ليس هناك خيار أمام أمريكا أن تتهرب من مسؤولياتها، ونحن لنا حق أيضا، نحن لنا حق، نحن نريد أن نكون أصدقائهم فوق الطاولة، ونريد أن يقفوا معنا. وسوريا كانت في الماضي قبل هذا النظام المجرم دولة ديمقراطية، وسوف تعود دولة ديمقراطية نموذجية، سوف تكون نموذج في المنطقة. ونريد أيضا من قيادة المعارضة، المسؤولية علينا نحن أن ننسق أيضا مع الدول العربية المركزية، الدول ذات المصداقية الدولية وهي معروفة، أن ننسق معها لتنفيذ موقفها، ليكون هناك على ذكر المعارضة سيد الوزير، سيد أسعد، على ذكر المعارضة، على ذكر الائتلاف، هناك خلاف الآن واضح على السطح بين صبرا وبين الخطيب. أولا، ما سبب هذه الخلافات، وهل هي قديمة والآن طفت إلى السطح أم ماذا؟ والله يعني أنا دعيني أقول لك التالي، أنا معارض مستقل وعلاقتي مع الجميع ممتازة، وأنا أعتبر كل المعارضة، كل الأخوة في المعارضة هم إخوتي، أنا أعتبر أن هناك عدو واحد هو النظام، وهناك الخلافات ليست كبيرة وليست أساسية. فعلا أنا أقول للأخوة في قيادة المعارضة، لا يجوز أن تغرق سوريا بالدم ونغرق نحن بخلافاتنا. الأمر بسيط جدا، الأخ معاذ الخطيب شخصية وطنية، والأخ جورج صبرا شخصية وطنية، والمجلس الوطني والائتلاف يحوي في الداخل عدد كبير من الشخصيات الوطنية التي تستطيع، هناك بعد 10 أيام اجتماع ليغلقوا هذا الأمر وليقرروا. يعني هناك حوار لإنهاء الخلافات القائمة حسب معلوماتك؟ هناك حوار بالتأكيد سوف يكون ذلك، والأمر ليس كبير. يعني ما حدث في قناعتي أن الأخ معاذ الخطيب قد استقال وقد بادرت قيادة الائتلاف حتى لا يكون هناك شاغر، يبدو أنهم كلفوا تكليف مؤقت، وأنا لا أعتقد أن هذا يعني فيه تطاول لا من أحد على أحد، أنا أعتقد هكذا فهمت. وعندما يتم الاجتماع سوف يقرر من هو الرئيس، نعم. سواء كان الأخ معاذ الخطيب أو الأخ جورج صبرا أو أخ آخر أو ثالث أو رابع، هذه ليست مسألة مهمة وليست مسألة جوهرية. أيضا يجب أن تنتهي يعني هذا الجو من الخلافات، أن يغلق هذا الباب، وأن ننتبه وأن نلتفت جميعا إلى أن ندافع عن الشعب السوري الذي يذبح، أن نقف مع الجيش الحر، أن نقف مع رئاسة الأركان، أن نطالب لهم بالسلاح وبالمدد المالي، أن نطالب المجتمع الدولي بالتدخل بشكل أو بآخر لوقف المذبحة، لإعطائنا السلاح ولحظر الطيران فوق سوريا، وأيضا لإعادة يعني هيكلة ما يسمى بهيكلة مؤسسات الائتلاف، سواء توسع أو سواء تقلص، وأن لا يقصى أحد، يجب أن يكون هناك توافق، وأن يكون هناك، وأنا أعتقد أن يعني مذابح سورية لا تترك مجال لأحد. يعني نحن نتمزق عندما تظهر هذه الأمور ويبالغ فيها من قبل الإعلام، عندما يكون هناك مذابح دارية ومذابح جديدة الفضل ومذابح الصنمين ومذابح حمص، هذه المذابح الكبيرة لا تترك مجال لأحد أن يختلف. نحن يعني متفائلون أن الإخوة في المعارضة جميعا، وأقول جميعا، ولا يجب أن يقصى أحد، وأن يكون هناك أن يتم هناك اتفاق، وأن يكون هناك للمعارضين في داخل الائتلاف وفي خارج الائتلاف، هناك أيضا قوى من المعارضة في خارج الائتلاف، هي قوى معارضة وطنية، ليس لا أقصد المعارضة التي تعمل مع النظام، عليهم أن ينسقوا معها وأن تطوى هذه الصفحة نهائيا، وأن نلتفت إلى موضوع واحد، وأن يكون مثلنا مجلس قيادة الثورة في ليبيا الذي بدأ عمله وانتهى، ونحن حتى الآن لا نعرف من هم أسماؤه، لا نعرف من هو أسماؤه، وكان أمامه تحديات كبيرة مثل التحديات التي هي أمامنا الآن، وأنا كان لي صلة كبيرة مع بعض الإخوة في ليبيا أثناء قيام الثورة، وأعرف تماما تحديات كبيرة ومشاكل فقد تجاوزوها، وعلينا أن نتجاوزها، وكما قلت أنا أثق أن هناك رجال وطنيون
وأن عندهم حس وطني وأثق بهم ولينهوا هذا الأمر. ونحن سنبقى جنود في هذه الثورة، نعمل عندما يكون قيادة موحدة متفق عليها بشكل مهما كان اسمها، نعم، ومهما كان لولها، باتفاق الجميع، باتفاق الجميع. من الكويت وزير الزراعة السوري السابق أسعد مصطفى، شكرا جزيلا على حضورك رغم طبعا وضعك الصحي اللي نحن بنعرفه، وجيت وكنت معنا في نهاية الأسبوع، شكرا جزيلا لك.